بعد انضمامه إلى القلعة الحمراء بساعات، المدافع الهداف محمود متولي يلتقي جماهير النادي الأهلي على شاشة قناتكم قناة الأهلي ليكشف تفاصيل الصفقة التي حققت حلم حياته بارتداء الفانيلة الحمراء والمحاولات التي بذلها البعض لإفساد الانتقال. محمود متولي على قناة الأهلي في لقاء حصري يحمل الكثير من الأخبار والقصص والحكايات من حياة صخرة الدفاع الجديدة. متولي على قناة الأهلي. حضروني النهاردة إن شاء الله مع كابتن إسلام الشاطر على قناة النادي الأهلي. محمود متولي في ملعب الأهلي مع الكابتن إسلام الشاطر.